يعني شايفين. الله أكبر. استهداف الأبنية السكنية في مدينة معضميت الشام وهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها من قبل الطاغية بشار أسد. الله أكبر. شو صار معكم حجين؟ شو صار معنا؟ نحن قاعدين ما نشوف إلا عم يضربوا، هبطوا لنا البيوت، كسروا لنا الشبابيك، ما خلوا لنا شيء، كلياته حلت الله ووكلته أكثر ما في. نحن اللي ما نحن عليه من حيل الله وقوة الله عليه أكثر ما في. نحن ما إلنا غير هالرب الكريم، لا إلنا رجال تشتغلنا ولا إلي رجال يشتغلنا. أبو ولادي متوفي والصبي مريض، عايش على الله وعلى الحب. ما عندنا لا والله كل شهر كل شهر 1600 ورقة حق مدى الحياة. مين اللي قصف البيت يا حجة؟ نعم. مين اللي قصف لك بيتك؟ هو العسكر، هو اللي بيضربوا شو بعرفني. عساكر مين؟ والله ما بعرف، عساكر بشار. ايه عساكر بشار ايه.